احنا هلا على ساحة النور، هيدا بونج لبنان والمهجر تم احراقه بالكامل. بونج لبنان والمهجر ساحة النور تم احراقه بالكامل، وبونج لبنان الفرنسي كمان تم احراقه بالكامل، وفي اكثر من 12 اصابة، في اكثر من 12 اصابة مثل ما عم نشوف هلا. الجيش تم اعتقال عدد كبير من الشباب، عم بيقولوا سلمية سلمية، في اكثر من 12 اصابة تم نقلهم من قبل الجمعية الطبية والصليب الأحمر اللبناني. نحن هلأ يعني الآنين بأحد الأبنية المجاورة لساحة النور، يعني للأسف ما بنقدر نقرب أكثر من هيك. هيدا بمونج لبنان.